السلام عليكم، لا ما غادي نقدم لكم الكريوش تاع الجيري كيسميو عين الجمال. غادي ندوزو المقادير ان شاء الله. عندنا هنايا 3 زلافات ديال الدقيق الفورص، عندنا زلافه ديال الزبده، عندي هنايا كيس ديال الفاني والملحه والماء الزهر باش نعجن به العجين. الطريق عندي هنايا مايزينا ولا نشا، لو كولورون اليمونتير، وعندي لاغوم ديال البيستاج. غادي ندوزو الطريقة ديال التحضير. بسم الله، غادي نديرو الدقيق، غادي ندير الملحة، السكر ديال الفاني، وغادي ندير بحال هكا، وغادي نزيد عليه الزبدة. غادي نستمر بحال هكا ونكمل داكشي اللي خاصني بالماء الزهر. هي العجينة ديالنا، دابا غادي نحاول نقسمها على جوج، وغادي ندير هاد النص هنايا. غادي نزيد عليه النكهة ديال الفاني، اسمحوا لي ديال البيستاج، وغادي نزيد عليه كولورون اليمونتير اخضر. هو هذا ولاغوم ديال البيستاج هو هذا. غادي نحاول نخلطهم مزيان ونطلقهم من بعد. ها هي العجينة ديالنا، هذا راه في هذاك الكولورون. ودابا غادي نبداو على بركة الله. عندي هنايا مايزينا، غادي نزيد عليه غادي ندير بحال اللي غادي نديرو المسمن. ندير مايزينا هاد التاني، غادي نخليها هنايا، وغادي نجي عند اخرى.
ديالنا نخضروا هذيك البيضه اللي جبتهم. دابا غادي نحاول نهزهم. غادي نحاول نضرب الحصه ونضغط عليها شويه بالدلاك باش تشد، ومن بعد غادي ناخد الموس وغادي نقلب هاد الجناب هذا باش تجيني مقاده، ومن بعد راه غادي نستعمل هادي. غادي نحاول نزيدها شويه، غادي ندير عليه مايزينا، فيها بزاف ديال المايزينا، المايزينا اللي كتخليها مغرقه. دابا غادي نبدا نطوي سنين، هنايا نعاود نقطع شويه ودابا في هاد الجنب هذا غادي ندير عليهم الماء باش تشد لينا العجينه ديالنا مزيان. دابا غادي نزيد الموس، ناخد وحدة نديها شوية ديال الماء باش تشد مزيان، وغادي نحاول نزيدها بحال هكا. دابا كناخد هاد العجينة هادي كنديرها غير شوية في هاد الجهة، ومن بعد كنديكها بحال هكا. كنخليها في الجنب، ناخد عاوتاني هاك وغادي نستمر بحال هكا حتى نكمل هاد العجينه اللي عندي. دابا درت الزيت باش تسخن، وهنايا عندي العسل،
دابا غادي نوضو باش نغسلو هذا الكريوش. بسم الله نديرو بحال هكا. انا غادي ندير غير وحده بوحده وكنحاول باش غير شويه وكنغسل العافيه بزاف ما تكونش مجهده. وغادي نحاول ندير من فوق الزيت ودابا غادي نقلبها وغادي نستمر بحال هكا حتى نكمل. من بعد ملي غادي طيب غادي نديرها في العسل. ها هو الشكل النهائي ديال الكريوش ديالنا. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه في ديوركم. وخصكم غير تقطعوه يكون زعما يكون صغير على هذا باش ما يعذبكمش في الطياب. راه كيجي هشيش بزاف. هنايا راه درت فيه شويه ديال البيستاج وهذا درت فيه شويه ديال الزنجلان. شوف كيجي هشيش بزاف. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.